وقد ذم الله تعالى أقواما وبخهم لتركهم التفكر والنظر، فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. إذن ترك التفكر في خلق الله مذموم، كما أن المدح مدح، المدح مدح التفكر محمود، كما أن التفكر محمود ومدحه وارد، كذلك عدم التفكر في خلق الله مذموم وذمه وارد. يعني ملك السماوات والأرض: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يقول أي وما خلق الله من شيء، أي وإلى ما خلق الله من شيء، يعني مما يرونه، فيتفكروا فيعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيبادر بالتوبة قبل الموت يصلح من حاله الإنسان. وروي أن أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صحابي جليل زاهد عابد، واسمه شمعون بن زيد الأزدي، هم الأنصار، أقبل من بعض غزواته زاهد عابد، فيما أحسب أنه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني يشق عليه القرآن يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره أن لا يتكلف ما لا يطيق، ولكن أمره بكثرة السجود، يعني الصلاة، ما تقدر على القرآن صلي. الإنسان فيما يغتنم وقته عندما يكون في بيته، أو يكون في قراءة القرآن، في ذكر الله، أو في صلاة النوافل، أو في طلب العلم، أو في القراءة النافعة، أو ما شابه ذلك. ذلك زمن، زمن الصحابة، زمن الذي كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكثرون من العبادات، يكثرون ولا يملون ولا يضجرون. فإذن فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خير آخر، إلى كثرة السجود، فيروى عنه أنه كان كثير الصلاة. أقبل من بعض غزواته فتوضأ ثم قام في مسجده، أي في مصلاه، فقرأ سورة ثم أخرى ثم كذلك حتى أذن المؤذن الفجر أو غيره. فأتته امرأته يعني، فقالت له: غبت في غزوتك ثم قدمت فلم يكن لي منك حظ ولا نصيب. الشر، ما شفناك، الناس رجعت، سمعنا أنك راجع، ما إلنا نصيب إحنا. فقال: والله ما خطرت على بالي، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. وهذا غصبا عني، ما متعمد ومتقصد، لا، ما خطرت على بالي. شوف العاقلة كيف. أيضا قالت: فما الذي شغلك هذا الذي أخرجنا زي من هذا البال؟ قال: لم يزل قلبي يهوى فيما وصف الله في الجنة من أزواجها ونعيمها حتى أذن المؤذن. اشتغلت. هو طبعا الإنسان ما قصده هذا، ولكن الصحابة عندما كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوقهم إلى الجنة، يشوقهم إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، لأن العبد بطبيعة الحال يحب أن يعرف ما له، ما بس ما عليه، يحب أن يعرف ما له عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوقهم، يذكر لهم الجنة، يذكر لهم من نعيمها، يشتاقوا لما يشتاقوا، الشيء طري في آذانهم وفي قلوبهم، فإذا قاموا يصلون كأنما يشمون رائحة الجنة من أثر تلك العبادة. فإذا شموا ذلك وجدوا ذلك الطيب، طيب، فإذا وجدوا ذلك في بواطنهم تفكروا في الجنة ونعيمها. زين، فعاد لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، ما عليهم عتب. وقال الحسن: هذا يعني تفكر الصحابة، احنا نتفكر في ايش؟ 24 ساعة شاغلنا الواتساب، و24 ساعة شاغلتنا مواقع التواصل، و24 ساعة شاغلتنا الخلطة مع الناس والاختلاط، ما عنده وقت الواحد يتفكر اصلا، مشغول مسكين، مشغول، بزنس مان، انزين، حتى لو ما شيء هناك بزنس كما يقال، انزين، صاحب اعمال، رجل اعمال، حتى لو ما شيء هناك اعمال، ولكن الانسان يشغل نفسه. ولذلك كما قلنا سابقا، يجي واحد يتصل بصاحبه قال له: فلان تراني فاضي، يقول له: خلا تعال نقتل الوقت، نضيع وقت، تعال نضيع وقت، يقول له: خلا شوي نضيع وقت. سبحان الله. يقال ان احد العلماء او العارفين مر على شباب جالسين في مقهى وشافهم يلعبوا في بعض الدول، يلعبوا النرد ويلعبوا ما اعرف ايش ويسوي، زين، فقال: لو تشترى الاوقات لاشتريت اوقات هؤلاء. انا وقتي، يقول، ما يعني معناه ذلك وقته ما سادنه هو،
للعبادة وطلب العلم يريد مزيدا من الوقت، ثم أنه يتحسر على ذلكم الكنز الثمين وقت الشباب، يتحسر. زين، ولكم أن يعني تنظروا أو تعودوا أو تستمعوا إلى يعني محاضرة أو كلمة أسميتها ديوان الساعات، تجدونها في اليوتيوب، كيف هذه الساعات كيف هي ثمينة من حياة الإنسان. يقول لو يباع الوقت كنت اشتريت من هؤلاء أوقاتهم، أنا أعرف كيف أتصرف في هذا في ذلكم الوقت. فهذا الإنسان، الناس معادن والناس طبائع، حد يبغى يتفكر أو يبغى أوقات زيادة وحد كذا، وحد يبغى يضيع الوقت.